ترى انت بقناتي يديرها اكرم زنقنه، اكرم زنقنه، يعني مو واحد من ذول البعاره اللي جو تالي وقت الاعلام. اكرم زنقنه عنده شعور انه يريد يصير مثل سعد البزاز، هاي المشكله، انه يريد يسوي التغيير شرقيته. يعني سعد البزاز مثلك الاعلى وتتمنى تصير مثله؟ ام دار وين شي وصلك سعد البزاز اللي جابها لواقه و العدي صدام حسين وعمل الدول الخليج وزحف للكياني؟ سعد انت متاكد تريد تصير مثل سعد البزاز اللي يا مسؤول يشوفه يوصي عن الدوله ويقول احنا نطبيها وش ما بينا نخربها لان هاي مو دولتنا؟ فاكيد التاريخ الطايح حظه هذا الزباله ما يليق بشيخ اكرم زنقنه ولا يليق بمكانته ورمزيته ونهجه بمحاربه الفساد. يعني انا اطلب من سفير الامريكي يعني ان لا لا يعني يكون ضغط كامل على الحكومه العراقيه. يعني يجب سفير الامريكي، يعني هذا موجه اليك، يعني لا تساعدون الا تضغطون بقوه بان الفساد هو دمرنا. بريت اعتقد مبلغ رئيس الوزراء بموضوع الفساد، احنا لازم يعني نساعدكم اذا انتم تقضون على الفساد. يعني ارجو السفاره الامريكيه، السفير الامريكي، يعني احنا طبعا نطلب من عندك تضغط بقوه على الطرفين على بان ينهوا الفساد. تناشد السفير الامريكي يحارب الفساد بالحكومة العراقية. الله يطيح حظك. على اعتبار أيهم السامراء كان راهب مو حرامي ومو هو اللي باق وزارة الكهرباء، لذلك هم ساهموا بمساعدته ولفوا يمهم. خو عبد القادر العبيدي خطيه كان من جماعة الميم وخافوا عليه من المجتمع العراقي المتخلف، وبد ما باق 10 مليارات دولار من وزارة الدفاع. أما عبد فلاح السوداني اللي كسروا السجن وشالوا بالطيارة الأمريكي، هذا كان حارس الثور المجنح ومو اللي اختلس أموال وزارة التجارة. فمن حقه يا كرم زنقنا اليوم يطالب السفير الأمريكي بمحاربة الفساد بالعراق. يعني بشرفكم هذا مو مطي؟ لا والله ظلمت للمطي. زين أنت مو عندك قناة فضائية وتقدر تعرف الفاسدين وتفضحهم؟ لو هاي القناة مخليها بس للقط والابتزاز والتمجيد بالكاظمي. الشيخ أكرم زنقنة عنده دكان، الشيخ أكرم التغيير مالته دكان، احترم الرجل وعزه وأجله، لكن التغيير عبارة عن دكان. اضطرت الظروف إلى أن يحول هذا الدكان إلى مصدر الاشتباكات بين بعض الأطراف، تحديد الأطراف السنية. هسا أمورك صارت توب وصدق ترقيت المرتبة سعد البزاز اللي أهل يروح لي يقول له إحنا ما راحين لهاي الدولة حتى نبنيها وش ما بينا نخربها، وانت هسه استلمت الراي، استلمت راي من سعد البزاز وفتحت الكمنك مال الدكان مالك وما عندك شغل وعمل غير اشاعه الفتن واثاره الاحقاد والنعرات الطائفيه، وصرت انسان حزبي حالك حال الموجودين بقيه الاحزاب المتامر على البلد. اريد منكم واحد فقط بالعمليه السياسيه امام العراقيين يطلع يقول اني شريف. لا والله يا أستاذ نجم ماكو، والصراحة أحييك على شجاعتك وثباتك على مبادئك، بس ترى احنا دنحكي على مسؤول قناتك كرم زنقنة اللي هو ما تدري. أنا أقر وأعترف أنه في هذه الأحزاب قيادات شريفة نزيهة جاءت انسجمت أرادت بحثت عن فرصة حتى تترجم هذا الشرف والمبادئ والتواريخ النضالية إلى حقيقة. ها هسه صارت الأحزاب طاهرة وشريفة من سمعت إنه الحكي مش عمك قلت خلي فر الموجة وديري الأريل أحسن ما يديحوني ويخلوني أفتر على القنوات الفضائية وتوسل على شغل، ولو معروف عنك من زمان بيب